ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحه واحسن حال، ويا رب دايما كويسين. عم رمضان والنبي، لو عرفت تطلع لماما اطلع لها، لو عرفت تطلع لماما اطلع لها. ماما عايزاك. طب ماشي. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، ويا رب في احسن حال واحسن صحه. انا في مصر، خلاص انا في مصر يا جماعه، والنهارده اول خروجه فعليه هخرجها. اي نعم، من ساعه ما جيت وانا في الشارع اصلا، بس بجيب طلبات بقى وادي طلبات والكلام ده. فانا النهارده خارجه انا وصاحبتي، رايحين المنيا تاخدني تروق عليا بقى وكده. فتعالوا اوريكم الاوتفيت. مش عارفه المرايه مش نظيفه، بس هحاول اوريها لكم. بصوا، لابسه الجاكيت الجلد ده، وده باري، وده البوكلت، و البنطلون ده لسه جايني هديه دلوقتي، هو والبوكليت بصراحه. ولابسه الشوز دي اهي، وهتصور لكم صور حلوه وانزلها على انستغرام. اللي ما عملش فولو على انستغرام يروح يعمل فولو على انستغرام بسرعه جدا، عشان تشوفوا كل بقى الصور والستوريز اللي بنعملها سوا. ويلا بينا نشوف هخرج فين النهارده. يلا بينا. بصوا يا جماعه، وصلنا المنيا. احنا مشي يعني، كنا راكبين الطريق كله في العربية يعني. دعاء لسه بتركن عيون نازلة، وهنقعد دلوقتي في كافيه كده اسمه السيد عندنا هنا في المنيا. اوريه لكم يعني، افرجكم عليه. وبعد كده هنروح ناكل. انا عايزة اكل قوي، جعانة. يلا، جعانة جدا 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 بطريقة مش طبيعية. فنخلص القعدة في الكافيه، عشان رايحين نقابل حد يعني في الكافيه. بعد كده نروح ناكل. انا جعانة، هاكل فين؟ عايشها يعني؟ انت عايزني اقولها على الحقيقة عشان تتصدم؟ طب دي امك يا عماد. انا مال امي؟ ما هما الاتنين انتيم، امك هتقول لامي. وبصراحة مصطفى امك رغاية. امك رغاية؟ ده امك هي الودانية. بصوا يا جماعة، احنا جينا قعدنا في بيت ليلى. ماشي، اللي من المنيا عندي عارف بيت ليلى اكيد يعني. ومستنيين الاكل. انا ميتة من جوا والله، الاكل اتاخر قوي بجد، جعانه. طبعا انا معايا دعاء صاحبتي، انتوا عارفين يعني. قولي هو يا بت. ادخلي قولي هو. هو يا بت. هو يا بت. هاي هاي هاي. التوينز يا جدعان يعني. بس بنحاول نقطع علاقتنا ببعض الفتره دي، طولت قوي. كام سنه؟ كتير كتير قوي. ايه ده ايه ده، انا مليت. الانسان يعني يغير كده طاقه فعلا. انا مليت يعني، بقالي 16 سنه ما اعرفش في حياتي غيرها. ايه ده، ايه الملل ده؟ انا يعني اكيد انا بالدنيا كلها. يا ولا يا ولا يا ولا. علاقه مسخه، علاقه سمجه. كل الناس بتكرهها. عارفه السماجه دي؟ اللي هو ايه، احنا مستمرين رغم الاعاقه. مش رغم كل التحديات. وانا والله انا الحمد لله الحمد لله. الاكل جه مثبتني يعني باي حاجه. احنا قلنا جابوا لنا الاكل وفرحونا، لا طلعوا جابوا لنا يا دوبك السناكس كده، اللي هو ايه يعني. مشوا حالكم اهو. لابس ليلى طبعا، لا مؤاخذه بقى، لو هنصور اي واحده خارجه مع واحد ومش معرفه اهلها. فايه لابس ليلى يا جماعه، احنا مستنيين ناكل. احنا قاعدين جوه طبعا، في فيو بره قمر، بس احنا مستنيين ناكل ونطلع بره. مش عايزه اصور قوي عشان في ناس قاعده، فعيب يعني. انا انسانه تحترم الخصوصيه. امال ايه؟ ايوه، الوايت صوص هنا تمام، حله البشاير اهي، فرايز اوكي، بيكاتا. هو قال لي ان هي براون صوص. هي جايه وايت صوص ليه؟ لا براون. البراون الفاتح هنا ده الوايت بيكون زي كده. بصي ده وايت، حبه براون قوي. حلو. ماشي حلو، هندوق. ايوه بحب البراون ده اللي هو دم جلاس. هندوق. بصوا يا جماعه، انا طالبه بيكاتا بالمشروم وفرايز، وطالبين باستا كده وايت صوص، ودعاء طالبه ستيك معاه صوص مشروم. احنا بنخمس كده كده مع بعض يعني، مفيش حاجه. يا شيخه مش هتمد ايدك هنا. بص، عينيها رايحه. طالبين ده سوا. لا مفيش حاجه اسمها ده سوا، احنا كل حاجاتنا سوا. لا مفيش الكلام ده. هناكل واوريكم بقى هنعمل ايه تاني. بصوا بقى يا جماعه، بعد ما خلصنا اكل نزلنا نتمشى كده في شوارع طه حسين الجميله بتاعتنا. وبعد كده رحنا شربنا حاجه، شربنا عصير تقريبا او حاجه زي كده، مش فاكره قوي. مش فاكره والله. شربنا كوفي؟ لا شربنا كوفي في الاخر. رحنا شربنا كوفي من
من ديسباسيتو. طبعا حبايبنا في المنيا عارفين ديسباسيتو. انا ليه بقى عماله اقول في المنيا وكده؟ عشان انا عارفه ان ناس كتير عندي هنا من عمان ومن بره مصر، فعشان كده بوضح بس الوضع يعني. فطبعا اليوم كان لطيف قوي، دي كانت اول خروجه يعني اخرجها من ساعه ما جيت فعليا كده لوحدي انا ودعاء. قعدنا نرغي كتير جدا. انا بصوا اكتر يعني اكتر وقت بكون مبسوطه فيه لما بكون انا ودعاء مع بعض. إيه هتقولوا يعني خارجين مع بعض هي دي الخروجه؟ اه يعني احنا لوحدنا كده انا وهي بس، دي بتبقى احلى خروجه. بصوا ده الاسكندراني اشهر بتاع عصير عندنا في المنيا. بصتي 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 عشان دليدة قاعدة جنبي فبقولها بصتي بصتي يا ديدة ديدة. فيعني انبسطنا والخروجة كانت لطيفة قوي. شاركوا معايا بقى باقي اليوم. بصوا احنا خلاص مروحين، بس رحنا جبنا حاجات كده، حاجات حلوة يعني، من محل كده عندنا اسمه ديسباسيتو، وجبنا كوفي. فركنين العربية بعيد فمستعجلين قوي عشان خاطر خايفين لا تتكلبش. رقم مخالي خلاص. رخم فين بطل بقلب بيها كوفي دلوقتي؟ القهوة طعمها تحفة. بصوا هنا دعاء كانت قاعدة عمالة تكلمني وبصت في الموبايل، وانا قاعدة عمالة اتكلم معاها ومغفلها وبصورها، وهي شغالة بترغي بقى وبتتكلم في موضوع مهم وانا عمالة ارد عليها وهي مش مركزة خالص انها بصورها، او اكتشفت انها بصورها. هي بقى متحبش تصور في الضلمة الدنيا. بصوا بتبقى طلعين عفاريت في الضلمة. بصوا شايفين عاملين ازاي، عمالة تقولي شكلنا وحش ومش مش هخليكي تنزلي، وانا بقى عادي مكملة ومستمرة، وهي بتقولي يا بنت هشتمك يا بنت هشتمك، وانا عادي ما فيش بروتة. ديدا ديدا بتسلم عليكم يا جماعة وبتقول لكم ازيكم عاملين ايه، قولي لهم اعملوا لايك. ديدا قولي لهم اعملوا لايك، قولي لهم اعملوا لايك عشان ديدا. ايه يلا يلا. بصوا يا جماعه اللي ما اشتركش في القناه يشترك ويفعل الجرس ويعمل لايك عشان ديدا. صح يا دودو؟ صح ولا غلط؟ بتضحك على فكره والله بنتي العبيطه. يعني ده شوز، الشنطة دي شوز، والشنطتين دول والله ما فاكرة ايه، ودي حاجات جاية لدليدة هدية. دليدة متظبطة. ثواني كده. يا لهوي على الغباء، معيش الشفرة بتاعت الاسانسير، معيش شفرة الاسانسير والباب مش موجود، هضطر اطلع على رجلي. يا دودو دليدة دليدة ديدة كوكو كوكو صغنن كوكو زغن. بقى احنا نقدر نجيب لها حاجات، بعد كده هنروح على الديتا. دودو دودو لسه صاحيه من النوم مش فايقه. يلا يا نمنا.